بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله إخوتي في كل مكان، حياكم الله أيها الأصدقاء والأصدقات والصديقات، حياكم الله إخوتي في كل مكان. كذلك أحيي رجال الإخفاء الذين يقومون على هذه التكنولوجيا، أقول لهم حياكم الله إخوتي في كل مكان، ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام. حياكم الله إخوتي، دائما أقول نحن إخوة في الإنسانية، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حياكم الله إخوتي، حياكم الله في كل مكان. بسم الله، كما قلت دائما أقول نحن لابد لنا نجتهد، لابد لنا نسعى في طلب الرزق، لابد لنا نقدم الأسباب، يعني نتوكل على الله ثم نقدم الأسباب. لدي فيديوهات تكلمت في هذا الأمر، كيف أعني الإنسان يسعى في طلب الرزق ثم يقدم الأسباب ثم يعقلها ويتوكل على الله. وإذا عزمتم فتوكلوا الله، قدم العزيمة ثم نتوكل على الله سبحانه وتعالى. إخوتي، كما ترون إخوتي في فيديوهات السابقين، في فيديو الأول والثاني في هذا الأمر، هذا الأمر العجيب إخوتي، كما ترون يعني سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، يعني يرى الإنسان الصخور ولكن يجهلها، يعني نرى الجبال ونرى الصخور. ممكن كثير منا إلا القليل يهتم بهذا الأمر، كثير منا يجهل هذه الأمور. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، يعني الأرض حية من كل شيء، بالماء، النباتات، الشجر، العنب، الخوخ، كل شيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، يعني الأرض عندما خلق الأرض وخلق الإنسان وخلق بابان آدم، وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يوجد كل شيء في الأرض. سبحان الله، كما ترون إخوتي الصخور كما قلت إلا القليل يعني ممكن ينتبه لهذه الصخور، لكنها والجبال كذلك يعني ممكن 70% 90% 80% يرونها يعني طبيعة، هي طبيعة حقيقة، لكنها بعد ما تأتي بالخيرات يعني النباتات ثم تأتي بأشياء باطنية كما قلت سنأتي تدريجيا ونجاوب على كل أسئلة عبر الأخضر، عبر الرقم الأخضر، الناس كلها تعرفها، نجاوب على الناس كلها على الرقم الأخضر. سألوني بعض الناس في هذه الأمور، قلت لابد العلم، لابد لنا نسعى في طلب الرزق بالعلم وبما يسمح به القانون، باش ما كما نقول ما نتوقعش في فوضى، او الانسان يسترزق ياتي باش يطلب الرزق ياذي نفسه بما يسمح به القانون. نسعى في طلب الرزق كل شيء في طلب الرزق بما يسمح به القانون. ولهذا إذا كان نحن طلبنا الرزق بما يسمح به القانون، هنا نحن توكلنا، عزمنا، قدمنا العزيمة ثم توكلنا على الله. وإذا عزمتم فتوكلوا على الله، نصبح هنا بإذن الله نحن متوكلين على الله، نتوكل على الله حتى نقدم الأسباب، نقدم الأسباب يعني نسعى في طلب الرزق بما يسمح به القانون قبل كل شيء، لا نتزاوج القانون.
إذا كان احنا تزوجنا القانون هنا نحن ما قدمناش الأسباب أو هنا لم نقدم الأسباب كما ينبغي، بل ممكن سنضر نفسنا بدون ما ننفع نفسنا. ولهذا إذا عزمتم فتوكلوا على الله، نقدم طلب الرزق الأسباب في طلب الرزق بما يسمح به القانون. كما ترون إخوتي هذا الصخور نستخرج منها يعني أبسط حاجة، لكن هي يعني ثمينة، الرخام. نبدأ على الرخام، نستعمل في البيوت الرخام، يستعملونها في الحلويات، نستعمل الرخام وثمين الرخام. عن الرخام، الرخام هذا هو صخرة ولكن لديه. لماذا قلت لابد لنا أي إنسان يستفسر على هذا الأمر يتصل بي على الأخضر؟ لأن لا أقدر طلبوا مني الأحباب والأصدقاء كيف أفسر عن هذا في الفيديو أو في العرض الأول. قلت لا أقدر، لأن كل إنسان يفهم على حساب عقله وعلى حساب مستوى موجود. ناس متعلمين يريدون يزدادوا خبرة، موجودين ناس لديهم أجهزة كما ينبغي لكن لا يعرفون كيف يبحثون على هذه الأشياء. ولهذا لا نقدر نفهم، يعني لا أقدر أفهم إخوتي كلهم في هذا الأمر كما ينبغي. ولهذا كل إنسان على حسب مستوى. كما قلت عن الرخام، نحن يعني هذه أبسط حاجة. أول شيء هو نستخرج الرخام من الصخور، سبحان الله، من الصخر. والرخام كما قلت الناس كله تعرف الرخام مادة ثمينة. ثم ناتي للجواهر كلها، الجواهر كلها هذه الأشياء ترون فيه الآن 99% يستخدم الجواهر، وممكن ما يكون الزمرد، وممكن ما يكون الديامو، ولكن هو ثمين لأخر ما تتصور. الأزرق، الأحمر، الأصفر، الأسود، سبحان الله بحمده، كما ترون أنه براق. ويوجد هنا، هنا هنا يوجد يعني معدن من الذهب والفضة كما ترون. هذا البراق أكيد مهما بعد هذه خبرة على كل حال، لكن يوجد ثم توجد تحاليل بعد هذا الشيء، لكن المقدمة 99% من البراقة توجد الأمور براقة تشبه مثلا كذا وكذا، ولكنها بالنسبة للمعدن الذهب والفضة معروفين يعني الأشياء نتاعها. سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده. لا يوجد هنا، هنا أو هنا لا توجد يعني أجهزة تمد المعلومات. هذه خبرة، هذه خبرة فقط. بعض الناس ممكن يوجدها يعني صخرة يعني طال عليها الزمان وتبدل لونها، تغير لونها كما نقول، يعني تغير لونها، طال عليها الزمان وتغير لونها، أصبح أسود أو حرقت من الحرارة. هكذا بعض الناس يفهمون هكذا، لكني لا. كيف يعني حتى يعني يتوصل الإنسان ويكسر هذه الصخرة يعني بالمطرقة؟ وهذا لأن الخبرة، قلت أنا في فيديو السابقين، الخبرة تلعب دور يعني كثير. أهل الخبرة، الخبرة تأتي بعلم يعني لا مثيل له. بما يجتهد الإنسان ويسعى في طلب العلم ويسعى يتعلم، إذا كان نحن توقفنا لا نتعلم. كل شيء، العلم كله بدأ من لا شيء. الطب بدا
ابتدع بالشيء، ابتدع بالتجارب، البحث، الأبحاث كلها بدأت بالتجارب. نحن لا نتوقف، خلقنا لا نتوقف، نتعلم ونسعى حتى تأتينا المنية كما قلت. يعني الإنسان لا يتوقف، خاصة نحن في التكنولوجيا اللي رحنا موجودين فيها الآن، تقريبا 99% يعني وقته كله، يعني وقته كله أو عمره كله مشى هباء منثورا. التجمعات في الأحياء، في المسخرات، حياته كله مسخرة، يتمسخر بالآخرين وكذا وكذا، والخيرات موجودة ويطلبون في المعينة من غيرهم، يطلب باش يعاونوه، الناس تعمله ويطلب باش يعينوه، لدي مريض، لدي كذا، لكذا كذا. ولهذا نحن على، يعني كلنا على كنز كما ترون، هذه الأشياء كلها كنوز، كلها مطلوبة، وكلها كل شيء له ثمنه، كل شيء له الثمن نتاعو، كل شيء مطلوب كما قلت. يستعملون به الخواتم للرجال، يستعملون به خواتم للنساء، يستعملون بها يعني تحفة، يستعملون بها تحفة، تحف صغار على كل إنسان وخبرته. كما قلت سابقا، الإنسان اللي يجهل هذا الأمر يقول صخرة احترقت، صخرة احترقت، يعني طال عليها الزمان، مناير السنين، واحترقت من الحرارة والأمطار وكذا وكذا، لكنها سبحان الله العظيم كأنها لها إشارات كما ترون، يعني عندها إشارة كأنها نباتات تحت الأرض. كما جدودنا سابقا كانوا يبحثون على حد الأكلات تحت الأرض، كل إنسان يطلق عليها اسم، يقول لها التلفاز، يقول لها بطاطس الأرض، يقول لها كذا. يعني سبحان الله العظيم إخوتي، التلفاز معروفة، التلفاز يعني تقريبا عالمين يقولون التلفاز، خاصة في المغرب العربي، يعني كأنها تلفازها، كأنها تلفاز تحت الأرض في بطن الأرض، يعني كأنها تلفاز مش في بطن لكن يعني تظهر عند، يعني عندها الموسم نتاعها التلفاز وتظهر هكذا. ترون يعني هكذا هكذا، كما قلت كل شيء، كل إنسان وخبرته، كل إنسان والخبرة، يعني اللي خاص بها. وثم أجهزة متطورة ظهرت مؤخرا تأتي بخير لا مثيل له. والجبال، نحن كي قلنا هكذا عن الجبال، يعني أرض الله واسعة، الإنسان يطلب الرزق، لكن كما قلت يسترزق بما يسمح به القانون. موجودون ناس يعني يلتقطون في العقرب، موجودون ناس معروفين في الصحراء، يعني خاصة في زمن الحر يلتقطون العقرب، والحناش، النفع، يستعملون بها الأدوية والضمان. الضمان هذا يشبه الجربوع، معروف جربوع عالميا، يستعملون به الأدوية، يصيدون هذا الناس كذا. موجودون ها شبه، يعني عندها الإشارة نتاعها كما ترون، كلهم نحن هنا كما ترون، كل وجود هذه الإشارات، يعني هذه الإشارة كما ترون أكيد كما قلت ليس يعني كما قلت احترقت بطولة الزمان، لا، هي هكذا
صنع الله كما ترون، سبحان الله. ثم تزداد هذه الأشياء الموجودة اللي ذكرناها تستعمل الجواهر، هي تزداد، يعني تزداد في الحجم، تكون صغيرة كالحبة تاع القمح، ومن بعد تزداد في الحجم، تزداد. موجودين حاجة على كل حال، بعض شبه حجر مثلا معروفة في الصحراء، يعني تزداد في الحجم، هكذا هذه الأشياء تزداد في الحجم، سبحان الله العظيم، كأنها نباتات يعني تزداد في الحجم، هذه كلها إشارات توجد أشياء ثمينة، ثمينة كما هذه الإشارات كما ترون كلها توجد أشياء لا محالة. موجود معدن الحديد هنا، موجود معدن الحديد على كل حال، لكن الحديد 99% معروف بالوزن، خاص لديه وزن خاص يعني ثقيل، لكني موجودة بعض المعادن ممكن أكثر من الحديد. ولهذا نتعلم إخوتي، نبذل لنا نسعى في طلب الرزق بالحلال وبما يسمح به القانون، سترون كيف نرتقي. وقلت أنا سابقا لدي فيديوهات تكلمت فيها كيف نترك هذه المزعبلات اللي احنا عايشين فيها، نسعى في طلب الرزق، لديه أرض كما هذه، إذا ما صلحتش يعني يعمل فيها الهندي، يزرع فيها الهندي، لديه أرض كما هذه يستعمل فيها الهندي ويسترزق، وإذا وجد شيء ثمين يعلم عليه، راه لديه خير كثير، ويأخذ على كل حال لديه نصيب على كل حال. إذا وجد شيء ما يقدرش باش. أما الأشياء هذه الضعيفة معروفة على كل حال، هي باش على كل حال يأخذوها الناس اللي تستخدم الجواهر ثم يزينونها وينظفوها، يعرفون كيف يصنعونها. ولا تجهلوا مثلا بعض الناس أي شيء يلقاوه براق يجهلوه، لا، موجودين ناس يعني ما عندهمش، لا توجد لديهم خبرة كما ينبغي، لكنهم هما يلتقطون ببعض حصى من الواد، يعني يحمل الواد، يأتي معه حصى، نعرف معروفين هذا الناس، يأتون بهذا الحصى من الواد، تجدون فيها خيرات لا تعد ولا تحصى، نحن تركنا الشيء اللي ينفعنا وينفع الأمة، يعني في هالظاهرة الأخيرة كلنا شد، يعني خاصة التجمع هذا تاع الأحياء هذا، ونستعمل منكم في أشياء يعني تغضب الله سبحانه وتعالى، ولا تفيدنا، في الأعمال نتاعنا، ولا تفيدنا في الأخلاق نتاعنا، ولا نوصل شيء، يعني لا يبني إنسان بيت ولا يتزوج، يعني يبقى والعياذ بالله عرة كما يقولون، يبقى يعني مسكين عاقة على نفسه وعلى الآخرين والعياذ بالله. ولهذا نسعى في طلب الرزق، الناس تسترزق في الفلاحة، الأرض ثم الأرض، إخوتي ثم الأرض، وآياتون لهم الأرض الميتة أحييناها خرجنا من الأرض ثم نعود للأرض، السر عظيم، مطارون علوان قناتي هو أسرار غامضة، وتوجد أسرار غامضة نبحث كل شيء طارونها، نقدموه هنا، ثمين، هذا الشيء ثمين،
لكني مهما يعني نعطي عليه معلومات لابد له من الفحص، يعني سيفحص ثم تأتي النتيجة كما ينبغي. أما هو ثمين، يعني أكيد هذا الشيء هو ثمين. كل إنسان كل شيء أرى كما قلت بالضبط سابقا، يعني نباتات سبحان الله العظيم، نباتات توجد في الصخور، نباتات سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم كما قلت تشبه التلفاز، نباتات توجد على الصخور، نباتات ثمينة. وكرر هذه الجملة، يعني كل ما ترونه مقرب للكاميرا هو ثمين، لكن مهما يعني نعطي عليه تفاصيل ما نعطيولوش حقه كما ينبغي، ولهذا لديه خبر. أما هو ثمين، ثمين ممكن تكون فيه ثلاثة أشياء أو ربعة كل فصيلة من نوعية. تلقى بعض الناس يتكلمون غير على الديامو، موجود الديامو، يوجد الديامو، لكني فأكثر موجودة أشياء أغلى من الديامو 10,000 مرة. والديامو عند بعض الدول لا يسوى شيء، الديامو عند بعض الدول لا يسوى شيء، يعني ما عندوش ثمن كما ينبغي. عند بعض الدول الديامو ما عند ما يسواش، يعني الديامو كما قلت هو يمشي بالأرقام، الديامو ما يمشيش بالميزان. كما أضيف برك معلومة، هذه الأشياء كلها تجدونها في الصين لا مثيل لها، لكني فيها الغش، المصنوعة المتحوفة فيها الغش، اللي يعني ما هوش خبرة، ما عندوش خبرة كما ينبغي، مختص يعني متخرج من المعهد كما ينبغي في هذه الأمور سيغشنه. وهذا التجار اللي يمشون على الصين لديهم يعني خبرة، وطارة في بعض الأوقات بالخبرة وبالأجهزة مختصة تعير يعني، ولكني بالتقنية تاع التزييف في هذا الأمر ساعة يقعون في الغش. ولهذا أفضل شيء هو الإنسان يسعى لطلب الرزق بيده، عبارة على نباتات، نباتات تخرج من الأرض، معادن لديها إشارات يعني من الصخور، استغفر الله العظيم، صخور كما قلت هو يزداد، يعني يزداد الحجم. ممكن سابقا يقول كما الحبة تاع القمح أو قل أو حبة العدس، لكني بعد ما طولت وشرب الأمطار والحرارة وكذا تتطلب هذه الأمور، تتطلب أشياء يعلمها إلا هو كالأمطار، الندوة، الجليد، كذا تبدأ تنبت تزداد في الحجم، يعني تزداد في الحجم حتى تظهر، تظهر الصخور. ومنها اللي راه على كل حال من أولها الحجم نتاعها كبير، حجمها كبير. معليش إذا كررت هذه الجملة، قلت على التلفاز، هذه التلفاز هذه معروفة خاصة نحن الذين في المغرب، كما ترون هكذا سابقا وللآن موجودة ناس تبحث على التلفاز هكذا بالضبط، هكذا المنظر تاع التلفاز، يعني تظهر الأرض هكذا، يعني الإشارة هكذا الأرض، هكذا الأرض كأنها بدأت تتشقق بمجرد ما يعمل الإنسان بيده هكذا يجد هذا التلفاز هكذا. هذه الأشياء الثمينة
الحجر الكريم وكذا 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 وكذا، أشياء ثمينة كلها، كلها ثمينة، كلها ثمينة، يعني من مستحيلات العشرة هنا ترمى، يعني ترفض من هذا الشيء اللي طروا فيه، كله لا يرفض، كله يستعمل، وكله وكل شيء وثمنه، كل حاجة لديها الثمن انتهى. أما يرمى مستحيل، اللي طارونا هنا كل شيء اللي طارونا فيه لا يرمى منه شيء، يستعمل كله في صنع الجواهر، وهذا مطلوب، يعني مطلوب مطلوب كما ينبغي بكثرة، مطلوب هذا الشيء، مطلوب من أصحاب الجواهر، بل المفقود لا يوجد له، كما يقول مفقود، مفقود، وتلقى بعض الخواتم يستعملونهم نوع من البلاستيك يشبه هذا الفص، فصوص يستعملوها لبعض الخواتم، كي تبحث عليها تظهر لك هي كما يقولوا نوع من صخر أو كذا كذا، أو من الحجر الكريم وكذا، لكني لا، تبحث كما بغيت تلقاه مخدوم من مادة بلاستيكية، مصنوع من البلاستيك، الفصوص. لماذا يصنعون الفصوص من المادة البلاستيكية؟ لأن لا يجدون هذه الأشياء كما ينبغي، وهذه الأشياء كما قلت سابقا ثمينة، ولهذا وبعض الناس يريدون يعني خاتم ثمنه ضعيف يجعلون له فص من البلاستيك، أم هم يعتقدون، بعض الناس يعتقدون أنه يعني فص من الحجر الكريم ومن كذا ومن كذا ومن كذا. هي فقدت، أنا ما سميتش الأسماء، لا، يعني أسماء لا تعد ولا تحصى، يعجز عليها اللسان، ولهذا ما دامها هي لم تفحص كما ينبغي لا أقدر أترك عليها الأسماء، تبقى هي دائما يعني أشياء ثمينة، وكل شيء ولديه اسم، من زمرد حجر الكريمة معروفة، ومن الديامو الأصفر الأبيض الأحمر الأزرق، كله عائلة الديامو، الديامو مية مية، الديامو المية في المية، من عائلة الديامو، من عائلة الديامو يعني يتبع الديامو، وهكذا. وبعض الناس ما دام تكلمنا عن الديامو يحسبونهم الذين يعني براق البياض، شديد البياض وبراق، يعني هذاك هو الديامو الأفضل في الأفضل، وهذه غلطة، لا، ممكن يكون أحمر أفضل منه، ممكن يكون أزرق أحمر، كما قلت سابقا الديامو وكلهم هذا، وكلهم والحجر الكريم وكلهم على حسب النقط، يعني الفريكونس، يعني على حسب ما همش يتحسبون على الميزان، موجود اللي يتحسب هنا بالميزان، لكن الأغلبية هذه الأشياء لا تتحسب بالميزان، لديها كما نقول احنا كم المعدن تاع الذهب، يعني 18 كارة 24 كارة هكذا، هو لديه اسم خاص به هذه الأشياء، ها سبحان الله، كأنها نجوم في السماء، ها، وموجود منها اللي في الليل هنا في الليل تراها تضوي، يعني إذا كان يعني موجودين، يعني ممكن بحظة متشابهات، يعني كأنهم يعني عين انت حيوان هكا براقة أو أكثر فأكثر. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده، إخوتي هاكم كما ترون، كما قلت سابقا، يعني كل شيء مقرب للكاميرا، كل شيء يقترب للكاميرا هنا
مش يعني بمجرد سياحة يعني منظر عجيب، لا لا، هو ثمين، منظر عجيب على كل حال، طبيعة عجيبة كلها. ولهذا كل شيء مقرب للكاميرا يعني هو ثمين، كما قلت الطبيعة، المنظر تاع الطبيعة لا مثيل له، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، كأنها كما قلت سابقا نباتات، وكل شيء طرانه مقرب للكاميرا فهو ثمين. أسماء لا تعد ولا تحصى، أسماء لا تعد. وبعض ممكن إخواننا كثيرين أرات هذا شاري يعني عدة أشرطة موجودين تتكلم على هذه الأشياء، وهي أكثرهم معلومة لدينا، أكثرهم في الصين، أكثرهم في الصين، ترون العجب يعني مصنوع على كل حال، وكله مصنوع كله. كذلك العراق، العراق تستعمل الخواتم والطرق، والعراق على ما حسب المعلومة لدي العراق أكثر فأكثر، وإيران يستعملون هذه الأشياء اللي ترونها في الصخور، ولديها ناس يعني تقريب قدر يعني اللي يعرف وما يعرفش، كيما يقول الناس كل ساعة في هذه الأشياء، كل إنسان يأتي على حساب مجهوده. وترون الأسواق يعني في العراق، خاصة في العراق وإيران، والطرق تتباع هذا الصخر هكذا، هذه المواد الثمينة تتباع كأنها يعني صخرة، لديها ناس بعد فحصها يأخذونها. لهذا كما قلت في العراق يستعملون بها الخواتم خاصة بالرجال، لا تعد ولا تحصى. وبالنسبة للخاتم مهما تكون ثمنها بدون فص، الفص الجميل هو الذي يرفع الشان تاع الخاتم، يستعملون بهم إخوتي السبحات، يعني السبحة معروفة، يستعملون السبحات الذين يسبحون السبحة، يستغفرون بها السبحات، موجودين هذا الأشياء، يستعملون في دبي يعني موجودة سبحة ممكن يعني لا يقدر عليها الإنسان البسيط، إلى الأثرياء ما يقدرش إنسان يشتري سبحة. وترون على كل حال العلم متطور، وانتم إن شاء الله ستشاهدون موجود، تبحثون في دبي على هذا الشيء اللي ذكرته نتاع السبح، لا يشتريها الإنسان بسيط، سبحة يعني صغيرة الحجم، 33 مثلا فيها حبة، لا يقدر يعني الإنسان البسيط يشتري هذه السبحة، هذه ما يقدرش يشتريها. يستعملونها كذلك رجال الأعمال، يستعملونها في الساعة كما نقول احنا الساعات، يستعملونها في الساعات، في بعض دول يقولون المنقالة، الساعة تاع الأوقات يستعملوها رجال الأعمال، رجال الأعمال تجد الساعة كذلك لا يستعملها إنسان بسيط، مستحيلات العشرة، ممكن تجد رئيس دولة وما يستعملش هذه الساعة، هذه يعني ما يتقبلش يعني الإنسان، المخ يعني هو أو العقل لا يقبل هذا السومة تاع الساعة، هذا الثمن تاع الساعة، العقل ما يقبل، لا يقبل. يزينون به بعض القصور كذلك، يزينوا به بعض القصور، في بعض الدول يهتمون بهذا الشيء، يهتمون، وتجد الناس كلهم يعني لباسن عليهم، كلهم في نعمة. وفي بعض الدول يجهلون هذه الأشياء، بل يجهلون حتى الفلاح، يعني يقول لك أنا ما نخدمش فلاح، ما نخدمش الفلاحة، ما نخدمش الطربة وكذا وكذا، يجهلون حتى الفلاحة. وفي الزمان هذا تاعنا الفلاحة هي أحسن عمل فوق الأرض، في الصحة، في صحة البدن،
راحة البال في كسب المال. بالنسبة في زمننا هذا الفلاحة هي أفضل عمل في صحة البدن، راحة البال وفي كسب المال. إخوتي صحة البدن في راحة البال وكسب المال الفلاحة. ما قلت دائما أكرر هذه الجملة، كل شيء ترونها مقرب للكاميرا إلا هو ثمين 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 للغاية. هنا ممكن بعض الخبراء يعطي له اسم يسميه ويعرفه كما ينبغي قبل ما يمس ولا يعمل له تحاليل ولا أشياء. لكني نحن باش دائما يعني نمشي على الطريق الصحيح إخوتي، هذه الأشياء لابد لها خبراء، يعني بعد ما يستوى فحص تحاليل ثم يترك عليه الاسم كما ينبغي بعد التحاليل يترك عليه الاسم. لكني كما قلت كل إنسان يحب يستفسر على معلومة يتصل علينا على الأخضر، كيف يسعى في هذا الطلب هذا تاع الرزق كما قلت سابقا بما يسمح به القانون، بما يسمح به القانون، بما يسمح به القانون وما يسمح به، يعني يعتمد على الله يتوكل على الله ويقدم الأسباب. يعني كل شيء نحن كل شيء إذا سعينا في طلب الرزق بالطبيعة كل إنسان باش يستعمل تجارة بما يسمح به القانون، يعمل تجارة بدون ما يسمع يعني ضد القانون ما تنجحش التجارة نتاعو. أي تجارة حتى لو كان باش يبيع العنب ولا الخوخ ولا التفاح، يستعمل أشياء بما يسمح به القانون. ولهذا هنا يتكلم كما بدينا أول مرة نقدم العزيمة، وإذا عزمتم وتوكلوا الله ونعقلها ونتوكل الله سبحانه وتعالى، نعقلها بما يسمح به القانون ونسعى في طلب الرزق بالخير والبركات، سيأتي الخير والبركات. ونترك هذه الأشياء لنسعى. أنا لدي مدة وقلت سأتكلم في هذه الأشياء إن شاء الله، إذا ما زلنا من الأحياء سنقدم الكثير في هذه الأشياء، سنقدم الكثير فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، كأنها حبات حمص، كأنها نجوم، الصخور هذه كأنها نجوم، الصخور سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده إخوتي. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، يعني سبحان الله العظيم لديها علم ولديها خبراء ولديها علماء وما يعلم تأويله الله والراسخين في العلم. يعني ميتة أحيناها، كيف إذا كان هي ما يشحية، كيف الصخرة يعني بعض الأشياء قلت هذه الأشياء يعني تجدها هذا الخبرة العلماء هكذا يقولون، يقول أنها تزداد الحجم، يعني تكون صغيرة الحجم ثم تزداد يعني كالزرع حشيش يكون صغير الحجم ثم يزداد. ولهذا الأرض وآتوا لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه تأكلون. الحب الزرع كله خيرات وبركات، كذلك توجد أشياء في الصخور خيرات وبركات ثمينة ثمينة ثمينة
لا يتصورها العقل، ثمينة ثمينة لا يقبلها العقل، يعني الأشياء اللي كما قلت من السبحات وإيجو من السبحات يعني وتفضل، وهذا الأشياء اللي موجودة عند يعني يستخدمونها يستخدموها يستعملونها أصحاب هذا أصحاب الجواهر كما قلت كما ترون، هذه موجودة على طبيعتها كما ترون إخوتي إنها على الطبيعة، موجودة أشياء بعدين يعني موجودة أشياء بعدين تنظف لها مواد سائلة نظفوها بها بعد ما يعني مواد سائلة مختصة بهذه الأشياء باش تنظفها، ثم لديها رجال مختصين كما قلت متكلفين، هذا الناس اللي راه تستعمل في هذا الجواهر متكلفة بالجواهر تستخرج منها تحف لا مثيل لها. ترى العجب بل توجد أخوات نساء ورجال لا ثمين لها منذ زمان طويل، ممكن لديها 1000 سنة و4000 سنة و5000 سنة موجودة الفص اللي لديها، يعني الفص الصخرة اللي موجودة هي من الصخرة، الفص اللي موجود على الخاتم يعني ما يوجدش له ثمن، الفص اللي موجود على الخاتم لا، ولكن بعض الناس كما قلت يجهلون هذا الأمور، حتى الخاتم هذه ما يجهل هذا الأمور، هذا الخاتم وهذا الأمور يجهلها، لكن هي هكذا خلقت الدنيا، هكذا خلقت الدنيا موجودة تزيين للنساء، النساء بدون تزيينات تاع الجواهر ما تقبل شيء هكذا. وقال الله سبحانه وتعالى وتحبون المال حب جمل وزينا للناس من حب الشهوات من نساء والمال والبنون وقناطر مقنطرة من الذهب والفضة، قناطر مقنطرة من الذهب والفضة زين للناس، قناطر مقنطرة من الذهب والفضة إخوتي لابد لنا نتطور إخوتي، نحن تركنا العلم إخوتي ننتبه الخير موجود، لماذا نحن في هذا الخير راه موجود، فين الخير؟ الخير راهي في التكنولوجيا، اتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله إخوتي، نتقي الله ثم نتعلم جاتي علم لا مثيل له، واتقوا الله ويعلمكم الله إخوتي، نتقوا الله في أنفسنا نرحم بعضنا البعض ونسعى في طلب الرزق ونتعلم تكنولوجيا، لا نترك هالتكنولوجيا تذهب في زمننا هذا، على الأقل نبدأ نسعى لياتي جيل يعني يجدنا ابتدينا في المشوار، نبتدي إخوتنا نسعى في طلب الرزق في كل شيء، استثمار الأرض، استثمار الأرض إخوتي اللي لديها أرض يستثمر الأرض نتاعه ثم يسترزق، يبحث إخوتي هاكم كما ترون الأشياء يعني كما قلت بما يسمح به القانون، سان يسترزق بما يسمح به القانون. أنا قلت موجودين ناس معروفين يعني بمجرد يعني يومهم كامل موجودين في يعني في هذا الأودية مخصوصة، الأودية هذه تأتي يعني كي يأتي الله بالأمطار تحمل الواد، يأتون بالحصان من الواد هاكما ترون، يأتون من الحصان من الواد يعني من الحصان من الواد، وهذا الأشياء من تأتي هي تأتي منها من الصخور، تكثر الأمطار تأتيها منها، أنا قلت سابقا يأتون من الحصان من الواد، الواد من أين يأتي بالحصان؟ ولكن فين ترون يعني فين ترون إخوتي، وانتم تعرفون الناس اللي يمشون على البحر أو للواد يجدون يعني تحف كأنها يعني راهي مستعملة يعني
فات على خبارة ومنظفة ينظفها الواد. الواد كي يحمل يوقع الضغط نتاع الصخور في بعضها الحصاء في بعضها يتضارب، يعني ينظف بعضها البعض، نجد هذه الأشياء في الواد كأنها مصنوعة، وهي سبحان الله العظيم بالواد بالحملة تاع الواد، يعني الواد بعد ما يحمل الواد بالأمطار يعني يتعدى على الصخور، تأتي الأمطار على الجبال وعلى الصخور، تأتي بهذا الجواهر هذه لا مثيل لها، تقوية الأمطار يعني تنزع من مكانها بالأمطار سبحان الله، وتصبح في مجرى الواد، يأتي بها الواد ثم بالضغط نتاع 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 الواد يعني نتاع الحملة كما نقول، الضغط نتاع الأمطار يحمل الواد، ولهذا تنظف بعضها البعض، الحصى ينظف بعضها البعض، نجدها في الواد يعني بعد ما ينظف الواد نجدوه في الواد، نجد أشياء في الواد على شط البحر كذلك، نظفها البحر ثم كي يقوى البحر يطيش على شط البحر، على شط البحر نجدها ثاني، نجدها كأنها منظفة براقة كحبة الحمص أزيد كالحجم تاع يعني حبة تاع العظمة تاع الدجاج تاع الدجاج، وهكذا تجدها عبارة أنها مصنوعة، ولكن هي نظفتها الطبيعة سبحان الله العظيم، يعني كما قلت الصخور في بعضها البعض هذاك المجرى نتاع الواد، القوة نتاع الأمطار الواد هاك الحصى سبحان الله بحمده نظف بعضها البعض، نجدها سبحان الله تجد الأخضر الأحمر موجودين ناس يعني على شط البحر، وموجودين ناس مختصين تاع الواد يسعون في طلب الرزق في هذه الأمور بما يسمح بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويسمح به القانون دائما، إذا كان مكان احنا يعني منعا يعني نهي عنا ننهي عليه، إذا قال هذا المكان يعني ممنوع يعني يمتنع الإنسان على هذا المكان، يعني هذا المكان خاص بشيء معين، خاص بالدولة أو مختص خاص بأرض مولاه، قال أنا كذا هذه أرضي كذا لدي حق على كل حال، ولهذا بما يسمح به القانون. البحر ها معروف البحر على كل حال بحر الله سبحانه وتعالى، تجد ناس حتى عندهم بعض الأجهزة ناريتهم في أم عيني لديهم بعض الأجهزة على شط البحر يلتقينه في الدينارات، يعني دينارات يعني قديمة يعني قيد دينارات يعني في وقتها، يجدون أشياء ويلتقطون في هذه الأشياء في هذه الأشياء. بالنسبة للبحر موجود منه اللي يرفض، لأن البحر لديه أشياء متشابهات بالبحر، يعني ممكن 90% ترمى، 50% على حسب، دائما تبقى على حسب الخبرة نتاع الإنسان اللي التقط في هذا الحصى على شط البحر. بالنسبة لهذه الأشياء اللي في الواد مقبولة كلها تقريبا 90% مقبولة. سبحان الله لديها غلاف، ها لديها غلاف من الحجر، لا تقولون من التربة، لا غلاف من الحجر الصلب ثم تنظاف. إخوتي أنا كي قلت كأنها ترفاس، الناس اللي يعني سبحان الله العظيم اللي راهي هنا، احنا هنا توجد عليها مادة اللي قلت أنا سابقا مادة سائلة للتنظيف، هنا كما ترون يوضع عليها مادة مختصة بالتنظيف، شيء قليل مختص بالتنظيف اللي قلت أنا توجد مادة سائلة، عدة مواد على كلها، كل إنسان من اللي يستعمل هو الأكثر يستعملون الأسيد، الأسيد هذا معروف أنت يستعمل في البطارية، في البطارية تاع، لكن نحن
هنا كاين المادة اللي ما كما نقولوا هنا مش ما تضرش الإنسان، ما تصيبهاش في يده والله في كذا، مادة يعني سليمة ما تاذيش. أما الأسيد هو ياضي، عنده ناس مختصين. استعملت عليها مادة سائلة كما ترون، مشت لها الصخرة بدأت تبين في الحجم نتاعها، بدأت تظهر كما نقول احنا، تظهر في جمالها سبحان الله بحمده، لأن المادة السائلة بالنسبة للقشرة تاع الصخرة رشعتها عبارة على تربة، يعني على مادة يعني خفيفة. هذه الأشياء كما قلت ثمينة، لو يعني تراها بعد ما تتنظف كما ينبغي، يعني سبحان الله العلي العظيم، ممكن هذا 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 الشيء اللي طاري فيه هذا يكفي، يعني إنسان إذا وجد يعني ناس أهل له، إذا حب الله سبحانه وتعالى ممكن يبتدى به، يعني كل حال مشروع صغير ويستعش به، يعني ولهذا الإنسان يطلب الرزق كما قلت، يعني أشياء يعني موجودة أشياء ثمينة لا نقدر نوضحوها كما ينبغي، لأن هذه الأشياء دائما تبقى للخبرة. حتى الأجهزة اللي مختصة بهذه الأشياء، نزيدكم هذه المعلومة، مش موجودة يعني أجهزة اللي تعطي المعلومات، يعني كما نقول نحن على الديامو، مش موجودة أجهزة اللي تمد المعلومة مية مية المية في المية غير هذه الأشياء، هي صحيحة غير مزيفة ساعة في العيلة تاع الديامو. وبالنسبة للحجر الكريمة والزمرد وهذه الأمور هذه كلها الحمد لله لديها أجهزة، ولهذا نحن نبقى في هذه الأشياء، وهذه الأشياء ثمينة ثمينة أكثر من الديامو، ثمينة موجودة أشياء هنا أكثر من. لكن نحن إذا كان الإنسان يحب يتعلم، وجود معاهد يبحث ويتعلم، نسعى وكلنا كل إنسان يسعى في التعليم يتعلم، ثم إذا كان ازداد بأهل الخبرة لباس به. أما يبقى المتعلم هو دائما إذا تعلم كما ينبغي في هذه التكنولوجيا، يبقى هو دائما يعني بأذن الله في الطريق الصحيح. كما قلت في المقدمة، كل شيء بدأ بالتجارب، الطب يبدأ بالتجارب، العلم كله يبدأ بالتجارب. نحن في هذه الوباء الآن نحن نسعى، يعني هاكم كما ترون كلنا العالم بسريره في التجارب، راح يبقى في التجارب حتى يتحصل بإذن الله إذا بقينا ملحيين على الدواء، باش يجدون دواء يرفع علينا الله سبحانه وتعالى. نتوكل على الله ثم نسعى إن شاء الله، ونتوحد ونعاون بعضنا البعض، نساعد بعضنا البعض، نساعد بعضنا البعض، نحمي بعضنا البعض، يعني حتى يأتينا الله سبحانه وتعالى بهذا الدواء، وننطلق في الأعمال اليومية في شغالنا اليومية كما قلنا سابقا وأفضل. نتقدم للأفضل للأفضل إخوتي، نستمر للأفضل للأفضل إخوتي. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده إخوتي. حياكم الله إخواتي، حياكم الله، حياكم الله إخواتي، حياكم الله. نسعى إخوتي، نسعى إخوتي. أوصيكم وأوصي نفسي، اللي لديه قطعة من الأرض فعليه يقوم بالأرض، الأرض هي خير وبركة إخوتي، الأرض هي خير وبركة إخوتي. أوصيكم وأوصي نفسي إخوتي، اللي لديه قطعة من الأرض يستثمر الأرض،
استثمر أرضه ولا يهمل أرضه، يقول هذا الأرض ما فيها شيء، ما تأتيش بالتفاح وما تأتيش بالعنب، وهكذا الأرض كلها تأتي العلم والتكنولوجيا. العلم والتكنولوجيا الآن موجود، كل خير موجود في الأرض. إخوتي أوصيكم وأوصي نفسي، كل إنسان لديه قطعة أرض لا يهملها. إخواتي أوصيكم وأوصي نفسي، اللي لديه قطعة أرض لا يهملها، الأرض فيها خير كثير، يستثمر الأرض نتاعو، يستثمر أرضه ويسترزق ويطلب في الرزق، سيأتيه الخير الكثير. المعيشة في الأرض هي أحسن معيشة في الأرض، فيها شفاء، فيها صحة البدن وراحة البال وزيادة في المال. عليكم كلكم، كل إنسان يقول لك راهي في الجبل وراهي يعني في مكان صعيب، بل أنت في خير لا مثيل له. إذا كان أنت في الجبال وفي الصخور أنت في خير، كما قلت سابقا نحن في الثمرة نتاع الهندي والكرموس، كما نقول احنا بعض الإخوة يقولون الكرتوس الكرموس على كل حال، والزيتون غرس الزيتون في الصخور لا مثيل له. الهندي غرس الزيتون، تربية النحل في الصخور لا مثيل لها، التيني والزيتون وطورسين، زيت الزيتون يأتي في الصخور، أحسن زيتون، شجرة الزيتون هي التي تأتي في الصخرة. الهندي كذلك في الصخرة، عدة أشجار يعني تثمير يعني تاع معروفة لديها لابد لها يعني، حتى بعض يعني بعض النباتات أفضل نباتات العلاجات هي تأتي التي في الصخور، كما ترون كما قلت سابقا سبحان الله العظيم. اللي لديه أرض إخوتي أوصيكم وأوصي نفسي، اللي لديه أرض لا يتهاون على أرضه، يستثمر الأرض، واللي موجودة في الجبال هي الأفضل. لو تصعد للأرض على بهيم كرمك الله والحمير فتسترزق وتربح كما قلت صحة البدن وراحة البال في هذا الزمان الذي كل شيء متطور. يعني يقول لك ما عندكش الضوء تعمل بطارية وتضوي، موجودين على كل حال أشياء تستعمل الضوء، محرك يعني مختص بالكهرباء بالضوء كما نقول احنا الكهرباء، موجود أشياء تكنولوجيا، موجود طاقة شمسية. ما هذا الأمر لنقول نحن كذا ولا كذا، إذا ما لديش ضوء ما نستثمرش الأرض نتاعي، وإذا كان ما جابوليش أنا الكهرباء البيت الضوء كما ينبغي الكهرباء للبيت، وأنا ما جابوليش الماء نترك الأرض نتاعي، هذه غلط إخوتي. تكنولوجيا موجودة، طاقة شمسية موجودة، موجودة أجهزة مختصة بتوليد الكهرباء موجودة، يعني محرك موجود، كل شيء، بطارية تستعمل بها الضوء. حياكم الله إخوتي في كل مكان، حياكم الله إخوتي في كل مكان، حياكم الله إخوتي. كذلك لا أتناسى أحيي رجال الإخفاء الذين يقومون على هذه التكنولوجيا في كل مكان، وقل لهم لكم تحية مباركة إخوتي في كل مكان، حياكم الله ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام إخوتي. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، عليكم إخوتي كما قلت كل إنسان الذي قطع عنده أرض يستثمر الأرض لا يترك أرضه. نحن في تكنولوجيا لا مثيل لها، نسعى ونتعلم ونسأل أهل الخبرة، ونسأل أهل الخبرة إخوتي. هذه الأشياء اللي ترون فيها كلها ثمينة،
هاي الحصان اللي راني قلت عليها سابقا تشبه للواد هذه، هذه كثرة المطر الأمطار وكذا كما قلت سابقا تشبه المجرى تاع الواد. وهاكم ترونا بدات هنا مجرى، بدا المجرى، بدا الحصايبان، المجرى يبدا يصغر حتى يشمل كله الواد. بدات يعني كي تظهر هذا الحصى الصغير تشبه يعني تشبه حبات الحمص، رحنا في مجرى من المجاري الصغرى ثم يعني مجرى صغير حتى يوصل للواد، يعني الواد الكبير. وتكثر يعني الضغوط نتاع الامياه ويبدا يغتسل كما قلت سابقا، تبدا الحصى يغتسل في بعضه البعض ويترك هذه الحصى الصغيره ثم ينظر. اخوتي نلتقي ان شاء الله كما ترون هنا. انا معليش نكمل الجمله، تقريبا احنا في مجرى احد المجاري الصغيره تشبه الواد، باش هذه المجرى تاتي بها، يعني منفرده بعد ما تنكسر. اخوتي حياكم الله اخوتي في كل مكان، دائما لا تناسى احيي الكره الارضيه كلها، احيي الانسانيه كلها، ونحن اخوه في الانسانيه. حياكم الله اخوتي في كل مكان، نلتقي ان شاء الله اخوتي في الفيديو الموالي. حياكم الله اخوتي، لا تنسوا البصمات اخوتي، لا تنسوا البصمات اخوتي، شاركوا اخوتي، لا تنسى، لا تبخلوا على اخيكم اخوتي، كل من ساهم، كل من ساعدنا سيجد ان شاء الله حسنته في ميزانه اخوتي، في ميزان حسناته اخوتي. حياكم الله اخوتي، اتمنى لكم ان شاء الله كلكم صحه جيده وخير وبركه. حياكم الله اخوتي، لكم جزيل الشكر والتقدير واحترام اخوتي. عافانا الله واياكم من هذا الوباء، اخوتي من هذا الوباء، وفقنا الله واياكم، وفقكم الله في دينكم ودنياكم اخوتي، ورزقاكم من حيث لا تعلمون، وفقنا الله واياكم اخوتي، وفقكم الله في دينكم ودنياكم ورزقاكم من حيث لا تعلمون اخوتي، وفقكم الله في دينكم ودنياكم ورزقاكم من حيث لا تعلمون اخوتي. حياكم الله اخوتي.